مرحبا بكم فيديو جديد مع اخوكم جمال الفاي. ايوه الطيبون والطيبات، لدينا اليوم فيديو رائع، لدينا اليوم موضوع جميل، لدينا اليوم موضوع خطير. موضوع خطير، سوف نتحدث اليوم على اخطر نوع من النساء يجب على الرجل الابتعاد عنها فورا فورا. لذا قبل ان نبدا هذا الفيديو، لدي طلب بسيط منكم، هو ان نوصل هذا الفيديو ان شاء الله ل 3000 لايك. فلايكاتكم ومشاركتكم للفيديو مع اصدقائكم هي الدافع الحقيقي لي من اجل الاستمرار، وهي شيء بالفعل يسعدني كثيرا. هناك الكثير من النسوة التي يمكن ان يسببن العديد من المشاكل في حياة الرجل، ولكن بحسب دراسة موسعة لجامعة تورين بايطاليا، فقد تم تأكيد على وجود نوع نادر من النساء هو اكثر ضررا للرجل، ليس بتلك النظرة في مجتمعاتنا العربية موجود تبارك الله. حيث أظهرت استطلاعات الدراسة أن كل الرجال الذين تعاملوا مع هذا النوع من النساء عانوا في حياتهم، وبعضهم ربما لا يجب علينا قولها بابتسامة، وبعضهم وصل إلى درجة التعرض لجلطات دماغية والموت بالفعل. سوف أحكي لكم في هذا الفيديو قصة شخصية وقعت حدثت لي. هذا النوع هو المرأة التي تقول كلمتها ولا تتراجع عليها أبدا ومهما حدث. سأرى أن بعض النساء اللواتي ربما يشاهدن هذا الفيديو سيقولون بأن ما أكثركم أيها الرجال الذين تقولون كلمتكم ولا تتراجعون عليها أبدا، لذا سوف نتعرض نحن لجلطات والموت بالفعل. هناك نساء، المهم موضوعنا اليوم حول النساء، في موضوع آخر سوف نتحدث عن الرجال. هناك نساء يتلفظن بكلمة مرة واحدة ولا يتراجعن فيها أو لا يغيرنها أبدا. الدراسة رصدت خطورة هؤلاء النساء على صحة الرجل واعتبرتها أكررا على ولديهن عدوانية ضد نوع الرجال بالتحديد. ليست لديهن أي عدوانية ضد الحيوانات أو القطط أو الأطفال أو الشيوخ أو النساء، بل ضد الرجال فقط. من أهم سلبيات هذه المرأة، يكون لديها أفكار خاصة نظرية تؤمن بها ولا تغيرها أبدا دون أن تكترث بواقع المجتمع، حتى وإن كانت هي بالفعل مخطئة. هذه المرأة كذلك تعتبر الرفض من علامات القوة لديها، ولا تهتم بمشاعر الرجل على الإطلاق. هذه المرأة تعرض الرجل دائما للإهانة أمام الغير، وذلك من خلال عصيانها المتعمد والدائم لما يقوله، خاصة أمام الناس، حيث تعتبر أن عصيانها نوع من إبراز شخصيتها القوية. أيضا هذه المرأة في الغالب لا تتحمل مسؤوليتها وتجعل مشكلات الحياة على عاتق الرجل. تقول الدكتورة المشاركة التي شاركت في الدراسة ألين شكور أن الرجل الذي يرتبط بهذا النوع من النساء سوف يؤدي به الحال إلى أن يطيع المرأة ويتحمل إساءتها وعنفها في المعاملة، وإلا فإن مواجهتها ستكون له أضرار خطيرة على الصحة، قد تؤدي بالرجل إلى في النهاية إلى إصابة بجلطات دماغية ثم الموت. ربما سيقول البعض بأن الرجال هم من يتصرفون هكذا، ولكن ربي خلق الصبر لدى المرأة ليس كالرجل. فتاني عذاب في يعني حسب الدراسات هو الولادة بعد الحرق حي، يعني المرأة صبورة، لو كان الرجل يلد لمتنا. المهم سوف أحكي لكم قصتي. الكل يعلم بأنني عشت علاقة حب، سوف أحكي لكم يعني ماذا وقع. في يوم من الأيام طلبت من الفتاة التي كنت أحبها، اشتقت لها، قلت لها لقد اشتقت لك وأريد رؤيتك. قالت لي لا، هكذا بدون أي سبب. قلت لها لماذا؟ وأعلم بأنها بإمكانها أن تخرج ونلتقي. فاكتشفت بعدها أن كانت يعني تتحدث من ورائي مع شخص آخر طويلة، منذ فترة طويلة. ماذا قالت لي؟ قالت لي لقد ذهبت تلك الفتاة التي كانت تقول لك نعم، الآن سوف أقول لك لا. أقسم لكم بالله العلي العظيم، في تلك اللحظة أحسست بأنني أكرهها. في تلك اللحظة بالذات أحسست بأنني أكرهها، وكانت تلك اللحظة هي الفارقة في علاقتنا. عندما بدأت تقول لي لا لمجرد أن تظهر ربما قوة شخصيتها، في تلك اللحظة بدأت تخرج من قلبي. المهم هذه قصة
قصيرة أريد أن أعطيكم منها العبرة، لماذا أغلب الرجال لا يصلح لهن مثل هذا النوع من النساء. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، لا تبخلوا علي بزر لايك، أريد إيصال هذا الفيديو ل 3000 لايك إذا استطعتم. إذا وصلت سوف أضع لكم فيديو غدا إن شاء الله. لا تبخلوا علي كذلك بمشاركة الفيديو مع أصدقائكم. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم. खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हग करके। I wanna see you मैं तेरा ना